بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. القرآن الكريم كتاب الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون دستور هذه الأمة ومصدر تشريعها ومنهاج حياتها. أنار الله به قلوب عباده المؤمنين وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور وهدى به من شاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. نزل القرآن الكريم مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر بكتابته حيث اتخذ كتابا للوحي من كبار الصحابة رضوان الله عليهم، وكان كلما أنزل عليه شيء من القرآن أملاه عليهم وقال ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكان صلوات الله وسلامه عليه يحث أصحابه على قراءة القرآن وحفظه وكتابته، واشتهر عدد منهم بالإقراء وتعليم القرآن. ولم ينتقل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن كتب القرآن كله في حضرته على وسائل الكتابة المتاحة آنذاك من الرقوق والمداد، واستمرت العناية بكتابة القرآن الكريم والعمل به ونشره بين الناس سنة نبوية كريمة ورثها الخلفاء الراشدون عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه جمع القرآن كله في صحف مرتبة السور والآيات في نسخة واحدة بقيت محفوظة عنده مدة خلافته، ثم عند عمر رضي الله عنه حتى توفاه الله، ثم آلت إلى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف واحد سمي بالمصحف الإمام، وكتب عنه عدة مصاحف أرسلت إلى أمصار المسلمين المشهورة آنذاك، واصطلح على تسميتها بالمصاحف العثمانية، وأصبحت أصلا لما يكتب بعد ذلك من مصاحف إلى يومنا هذا. وهكذا وصل إلينا كتاب الله بنصه كاملا سالما من الزيادة والنقصان، مبرأ من التحريف والتبديل، محفوظا في الصدور، مكتوبا في المصاحف. وعلى مر العصور يقيد الله تعالى لهذا الكتاب المجيد من يعنى به وبعلومه العديدة لتتحقق المعجزة الربانية الخالدة في حفظ هذا الوحي، كما قال تعالى مظاهر العناية بكتابة القرآن الكريم بعد القرن الأول الهجري، ومهر جماعة من الخطاطين على تعاقب الأزمنة ببراعة الخط وجماله، وكانت المصاحف تكتب غالبا بالخط الكوفي حتى القرن الخامس الهجري، ثم كتبت بخط الثلث حتى القرن التاسع الهجري، ثم استقرت كتابتها بخط النسخ إلى وقتنا الحالي. وشاء الله أن يجعل بلاد الحرمين الشريفين ومهبط الوحي ومنطلق الدعوة الإسلامية راعية لكتاب الله الكريم ونشره في الآفاق، فوفق ولاة الأمر فيها لاتخاذ القرآن العظيم أساسا لشؤون الحياة والحكم، فاعتنوا به عناية فائقة، وصارت هذه الدولة المباركة مضرب المثل في استقرارها ورخائها
ومكانتها في العالم، ومواصلة لجهود المملكة العربية السعودية في نشر القرآن الكريم، جاء قرار خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله بإنشاء أول مجمع في العالم لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. واختيرت المدينة النبوية مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا لهذا المجمع الذي يعد من مفاخر المملكة ومآثرها الجليلة. على بركة الله. وفي شهر المحرم من عام 1403 وضع الملك فهد رحمه الله حجر الأساس لهذا المجمع، وافتتحه في شهر صفر من عام 1405 للهجرة لينطلق في أعماله المباركة وتنتشر إصداراته في مختلف أرجاء المعمورة. وقد اعتمد الملك فهد رحمه الله اسم مصحف المدينة النبوية لجميع إصدارات المجمع من المصاحف. يقع المجمع على مساحة قدرها 250 ألف متر مربع، ورعي في تصميمه روح العمارة الإسلامية في منشأة متكاملة المرافق والخدمات. يشرف معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ على المجمع، كما يرأس هيئته العليا التي تتولى وضع خططه وإقرار أنظمته ولوائحه ومتابعة إنجازاته. للمجمع أمانة عامة تعمل في مقره وتتابع تنفيذ سياساته، كما أن له مجلسا علميا يرأسه الأمين العام للمجمع لتحقيق أهدافه العلمية. يقوم المجمع بطباعة المصحف الشريف بدقة متناهية، مراعيا قواعد رسم القرآن الكريم وأصول ضبطه، آخذا بأعلى المواصفات الفنية في الطباعة والإصدار. يولي المجمع اهتماما كبيرا بعلوم القرآن الكريم وخدمة السنة والسيرة النبوية المشرفة وتيسيرهما لغير الناطقين بالعربية. ويعنى مركز دراسات القرآنية بإجراء الدراسات والبحوث المتميزة بالأصالة ودقة التوثيق والعمق العلمي وخدمة الباحثين ورد الأباطيل التي تثار حول القرآن العظيم. ويهتم مركز الترجمات بترجمة معاني القرآن الكريم إلى مختلف لغات العالم وتقديم الحلول لمشكلاتها وإجراء البحوث والدراسات فيها. وتقوم اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة النبوية بمراجعة المصحف للتأكد من سلامة كتابته وضبطه. وفي مجال التسجيلات الصوتية تقوم لجنة مختصة بالتأكد من سلامة تسجيل المصاحف المرتلة في المجمع بالروايات المشهورة في العالم الإسلامي. ويقوم مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بجمع الكتب والمخطوطات والوثائق المتعلقة بالسنة والسيرة النبوية وحفظها وترجمة بعضها إلى اللغات الأخرى، إلى جانب إعداد موسوعة في الحديث النبوي ورواته. وفر المجمع نظاما إلكترونيا متكاملا، حيث تنقل فيه الكتابة من الحاسب الآلي إلى الصفائح المعدنية باستخدام ما يسمى بنظام CTP. ويعتمد المجمع على طباعة الأوفست في إنتاج إصداراته، حيث تتوافر أحدث الآلات الشريطية المتطورة التي تصل سرعتها إلى 55 ألف ملزمة في الساعة، كما تتوافر 12 آلة طباعة على الصفائح الورقية، معدل إنتاج كل واحدة منها 12 ألف ملزمة في الساعة. وتطوى الملازم المطبوعة على آلات الطباعة المسطحة على آلات تصل سرعة كل منها 7500 طية في الساعة، وبعدها تجمع الملازم على خطوط التجميع بآلات سرعتها 6000 ملزمة في الساعة، ثم يتم خياطتها على 24 آلة خياطة مزودة بأحدث البرامج الحاسوبية والأنظمة البصرية الإلكترونية التي تضمن بتوفيق الله سلامة تسلسل الملازم وترتيبها، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 150 ألف ملزمة في الساعة. ويضم قسم الغلاف مقطعين آليين وخمس آلات لصنع الغلاف وخمس آلات للبصم الحراري على الأغلفة،
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للقسم 13,000 غلاف في الساعة. أما قسم التجليد النهائي فتبلغ طاقته الإنتاجية 8,400 إصدار في الساعة للغلاف المقوى و6,000 إصدار في الساعة للغلاف المرن. أنشئ مصنع متكامل للتسجيل على الأقراص المدمجة، تصنع فيه الأقراص بدءا من المادة الأولية ومرورا بمراحل التصنيع المختلفة وانتهاءا بطباعة المعلومات على الأقراص وتغليفها وتعليبها، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 1,300 قرص في الساعة. وفي قسم التسجيل على أشرطة الكاسيت 30 آلة للنسخ السريع بطاقة إنتاجية قدرها 7,100 شريط في الساعة، و17,000 حديثة للتعبئة تعمل بطاقة إنتاجية قدرها 10,000 شريط في الساعة. وجميع الآلات السابقة مزودة بأجهزة مراقبة إلكترونية لضمان خلو الإصدارات من الأخطاء الفنية. وحرصا على دقة العمل خلال أعمال الإنتاج بناء على نظام الجودة والمواصفات القياسية العالمية الآيزو، وضع نظام رقابي دقيق موثق لكل مرحلة من مراحل إنتاج إصدارات المجمع، وفيه توثق أعمال كل مراقب باستخدام أختام على العينات المراقبة لتحديد هوية المراقب وإثبات مسؤوليته مع تحديد توقيت المراقبة ورقم آلة الإنتاج. وهناك مراقبة للنص من قبل لجنة متخصصة في القراءات والرسم والضبط، ومراقبة فنية تتلازم مع مراقبة نوعية على خطوط الإنتاج، وكذلك مراقبة نهائية لكل نسخة يصدرها المجمع على حدة. ويبلغ معدل الإنتاج السنوي من إصدارات المجمع 10 ملايين نسخة، وتوزع ملايين النسخ من مصحف المدينة النبوية على المسلمين في شتى بقاع الأرض هدية من خادم الحرمين الشريفين، كما يهدى كل حاج أو زائر للمجمع مصحفا من إصداراته. ولرفع كفاءة العاملين بالمجمع أنشئ مركز للتدريب والتأهيل لإعداد الفنيين في مختلف المرافق تحت إشراف مجموعة من المتخصصين، كما يقوم المجمع بابتعاث المتميزين من المتخرجين في المركز إلى دورات تدريبية للخارج لتطوير قدراتهم الفنية. ولتلبية حاجة المسلمين يصدر المجمع مصحف المدينة النبوية بأحجام متعددة بالروايات المنتشرة في العالم الإسلامي، كما أصدر المجمع 5 مصاحف مرتلة برواية حفص عن عاصم الكوفي، ومصحفا مرتلا برواية قالون عن نافع المدني، إضافة إلى مصحف مرتل برواية ورش عن نافع المدني، وذلك بأصوات مشاهير القراء. وأصدر المجمع كذلك ترجمات مطبوعة لمعاني القرآن الكريم 47 لغة، و3 ترجمات صوتية باللغات الأورومية والأمهرية والمندكية. كما قام المجمع بترجمة تفسير القرآن الكريم إلى لغة الإشارة للصم والبكم. يصدر المجمع عددا من الكتب المتخصصة في القرآن الكريم والسنة والسيرة النبوية وعلومهما، إضافة إلى مجلة علمية محكمة بعنوان مجلة البحوث والدراسات القرآنية. يعد موقع المجمع على شبكة الإنترنت من المواقع الإسلامية الرائدة التي تلبي الحاجة الدعوية وتقدم المواد العلمية المعرفة بالقرآن الكريم وعلومه. ويضم الموقع نسخة إلكترونية للمصحف الشريف بالرسم العثماني، وعددا من أمهات التفاسير وكتب علوم القرآن، و6 ترجمات لمعاني القرآن الكريم، و4 تسجيلات صوتية للقرآن الكريم، والعديد من المواد العلمية الأخرى كبعض الكتب والبحوث التي أعدت خصيصا للموقع. وللموقع لجنة علمية مهمتها إقرار مواده والإشراف على مراجعتها وتدقيقها ودراسة ما يرد إلى الموقع من أسئلة واستفسارات. ويعرض الموقع ب7 لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والأردية والإندونيسية والهوسة. ومن أنشطة المجمع
التي تهدف إلى بحث أفضل السبل للعناية بعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، إقامة الندوات العلمية حيث تعد فيها بحوث متخصصة يقدمها ويناقشها عدد من المتخصصين. أقام المجمع ندوة بعنوان عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه، وأخرى بعنوان ترجمة معاني القرآن الكريم، تقويم للماضي وتخطيط للمستقبل، وثالثة بعنوان عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية. وصدر عن هذه الندوات أكثر من 200 بحث علمي محكم، وما يزال المجمع يقيم المزيد من هذه الندوات. ينظم المجمع دورات تجويدية للقرآن الكريم تهدف إلى العناية بالإتقان للحفاظ وتدريس علم التجويد على أصوله وتلقي كتاب الله من العلماء المختصين صحيحا مضبوطا وفق علم القراءات متصلة الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتعقد الدورات التي تستغرق 7 أشهر في مسجد النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وما يزال المجمع مستمرا في خدمته لكتاب الله، مستمدا العون من الله تعالى وبدعم خاص من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز حفظهم الله. المجمع هدية المملكة العربية السعودية إلى مسلم العالم.